السلام عليكم اخواتي، ومرحبا بكم معايا من جديد في الفيديو ديال اليوم اللي كنتمنى انه يلقاكم في احسن الاحوال والظروف. نبداو ان شاء الله على بركة الله الفيديو ديال اليوم اللي من خلاله ان شاء الله غادي نشارك معكم هكذا واحد الخريجة للقريعة. القريعة هنايا في الدار البيضاء في كازا، خريجة كخفيفة، ومن بعد غادي تشوفوا معايا شنو خديت. صراحة كنا خارجين باش نمشيو نقلبوا هكا ونشوفوا ونسولوا على لي ماطلا. كنت قلت لكم راه خصني لي ماطلا لبناتي، صراحة كانت خاصني حتى ليا انا، يعني كنا بغينا خصنا نبدلوا الماطلا ديالنا. المهم خليكم معايا باش تشوفوا حتى لاخر الفيديو. المهم هنا كان قبل يومين، قبل يومين فاش كنا مشينا لتما القريعة. غادي نخليكم مع هاد التوغ صغيره وغادي نرجعوا من بعد ان شاء الله. المهم هنايا جينا للمحل اللي غادي ناخذ من عنده الماطلات. هاد السيد هذا هو معرفه للزوج ديالي، فصراحه كانت الفكره ديالو اننا نجيو عنده. سولنا في بلايص اخرين ونجيو عنده لانه ديجا فايتين تعاملنا مع هاد السيد هذا. صراحه سيد ثقه وموثوق فيه بزاف، وكنثقوا فيه ملي كنسولو على الحاجه، يعني ما كاينش ديك الزيادات وباغي غير يبيع، لا كيعطينا نصائح وكيورينا يعني لا ماتيير كيفاش دايره اكزاكتومون. المهم الماطلات كانوا خاصيني سور كوموند لانه لي ماطلا ديال بناتي خاصهم واحد القياسات هكا محدده، غادي نقول لكم من بعد. عطيتو قياسات اللي بغينا ووجدهم لينا من مورا يومين فقط كانوا واجدين الحمد لله. هنا حدا الدار اللي حنا ساكنين فيها كاين واحد السيد كيصايب هادشي ديال طابيسري. شغنقول لكم البنات شي حاجه اللي رائعه، لا علاقه بداكشي ديال السوق، تقولوا هادشي جاي من الشركه ما شاء الله، خدمته خطيره بمعنى الكلمه، خدمته متقونه بزاف. هو كيطلب الثمن وانما خدمه عنده واعره بزاف بزاف بزاف. دائما كنشوفو ملي تيكون كيخدم حط داك الشيء اللي غادي يخدم به، تنشوف العود اللي كيخدم بها البنات قبل ما يبدا يغلف، قبل ما يبدا يخدم كيخدم بالبواغوج، كاليتي مزيانه نقي بزاف. صراحه خدمه عنده خطيره بشهاده كاع الناس اللي تيعرفوه، وتبارك الله لي صالون وداك الشيء اللي كيصايب، لي كانابي اللي كيصايب، يعني شنقول لكم موديل كينسيني في موديل. فمني كنا جايين شفت هذاك الموديل وعجبني بزاف وصورته هكا قلت نشاركه معكم. كنفكر ان شاء الله يصايب لينا لو كادغ ديال لولي، الكادغ ديال الناموسيه هكا يكون فيه داك الكوفر باش نستافد منه هكا كتهز الناموسيه، ويكون عندي الرونجمون لتحت باش نستافد منه ان شاء الله باذن الله. المهم من مورا كيف ما قلت لكم يومين ها هما وصلوا الماطلات الحمد لله من الشركه البنات بداكشي، يعني داكشي كيف ما بغيناه. اهم حاجه كانت عندي هي انهم يكونوا ضد الحساسيه، يكونوا كاليتي مزيانه، يصبروا مده طويله، غارونتي البنات 20 عام على حساب الشركه وشنو تيقولوا. المهم فيهم كاع المواصفات اللي بغيت، حتى من هاد المطلسي باش كتغلف البنات راه انا اللي اختاريته، انا اللي اختاريت هاد اللون هذا على حساب باش ما يبانوش لي طاش، راكم عارفين. وكيف ما كتشوفوا راه مضاد لدوك الحشرات ديال الفراش،
كيف ما كتعرفوا كنخافوا صراحه من هذا الشيء، وسيرتو الناس اللي عندهم حساسيه. انا صراحه بنات اللي عندهم حساسيه، انا براسي انا عندي الحساسيه، فكنتمنى انهم يكونوا عند حسن ظننا. هانتوما كيف ما كتشوفوا 20 عام ديال لا غارونتي، كاليتي سوبيريور، وصراحه مريحين البنات بزاف. واحسن حاجه عجبتني فيهم انهم خفاف، يعني بالنسبه ليا انا في الميناج وداكشي غيجيوني ساهلين ساهلين بزاف لانهم خفافين، وفي نفس الوقت عرفتي الناس عليهم البنات مريحه جدا. جربتهم انا، جربهم باباهم، البنات ملي نعسوا عليهم الليله الاولى عجبهم الحال بزاف. كذلك خدينا هاد المخدات اللي هما تا هما صحيين ميديكال، تا هما من نفس الشركه اللي خديت منها الماطله الكبيره لينا حنا سيمونس. صراحه رائعين زوينين بزاف، هما غاليين ما نكذبوش على الله، ثمن طالع شويه ولكن راه لا علاقه بهذاك الشيء اللي في السوق. لا ماتيغ ديالهم هما ما معمرينش لا بلاواط ولا حتى شي حاجه من داك الشيء اللي حنا مولفينو. واقيلا تيقولوا ليه لاتكس، هاد لا ماتيغ باش عامر يمكن لاتكس، غادي نتاكد ونعاود نصحح لكم المعلومه. المهم هو تيكون بحال لي طرف واحد من واحد النوع ديال ليبونج، ولكن شي حاجه واعره 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 يا البنات، عرفتوا راه مريحه بزاف. جربتها مريحه بزاف، كنتمنى انها تدوم مده طويله. الثمن ديالها هو 300 درهم، انا عارفه بانها غاليه وانما كنت محتاجاها. حتى الماطله اللي خديناها حتى هي الثمن ديالها شويه مرتفع، الثمن ديالها كيدير 4000 درهم، ولكن راه كاليتي البنات رائع جدا، ولا علاقه بديك اللي كانت عندي. اللي كانت عندي صراحه تحفرات وخسرات وكانت كتضرني في ظهري بزاف، وانا عندي مشكل في الظهر وعندي مشكل في يدي، كتموت عليا يوميا ملي نفيق سوا بالليل. شي مرات الالم كيفيقني بالليل، في الصباح كيخصني مده طويله وانا كنحرك فيها هكا كنحلها ونسدها حتى كتبدا تفوتني ديك التنميله، وعاد الالم الالم في صباعي ومن الكتف حتى لتحت، عاد الظهر عاد الرقبه، ديما كنعاني من هاد الالم صراحه. فاللهم لك الحمد، داكشي علاش اضطرينا اننا ناخذ، صبرت باش ناخذ حاجه مزيانه والحمد لله ربي يسر فيها. كيف ما كتشوفوا من شركه ديال سيمونس، من الشركه مباشره، ما خديتهاش كبيره، كانت عندي الماطله القديمه كانت فيها مترو 60 على 2 مترو، هذه خديتها صغر منها مترو 40 على مترو 90، احسن لانها مجموعه. حتى بالنسبه للبيت اللي عندي دابا اللي حاليا في هاد الدار ديال الكرا، ما عريضش، ما فيش العرض بزاف، هو شويه طويل ولكن ما عريضش، فهذه غادي تجيني مزيانه. كي جاتك ريحه؟ ها جاتك مزيانه مريحه؟ انا قلت لك ما نديرش 14 في هذه، هذه اللي لتحت ما كانش خاصنا نفوتو فيها، وهذه فيها الجوج ديك 12 هكا، واقيلا راه فيهم 15 شهر. جيبي جيبي هذاك الميترو راه هو اللي هي. هي جات عبار، شوف انت في الدخله جات مزيانه، ها هي غتجي مزيره، يعني في الحال خصنا نطلعوا هذوك شويه. ما عندهمش فين يطلعوا، شوف هذيك ماشي مشكل، الا لك تزيد ليها الرجلين، زيد ليها شي حاجه اللي غتحط عليها. زاد ليها الرجلين؟ لا لا كاين حل اخر، تقدر تحكمي فيها، راه كتقول لك انا كتدخل مزيره. ها كاش تحل؟ انا تحلات على الرجال. كي جاتك مروه؟ زوينه عجبتك؟ ايوا ولكن خاصنا نحلو نديرو هاد الحل لهاد المشكله هادي باش تولي تخشب بسهوله. فكيف ما شفتوا معايا البنات هما جاوا زوينين مزيانين، غير هو مشكل واحد اللي لقينا، هادوك التحتانيين كان علينا نديروهم اقل. دابا حنا عطيناهم العبار ديال 14 سنتيم ديال العلو، ولكن ما درناش بحساب حتى هما، يعني ما داروش بحساب المطلسي اللي كيتزاد واحد لا بارتي كتزاد ديال البونج، واحد النوع ديال البونج كيزيدوه هو الاول الفوق، عاد كيزيدو عاد كيديروا داك التوب اللي هو توب مطلسي كيف ما كتشوفوا اللي كيديروه من الفوق، يمكن تزادوا ما عرفتش واش سنتيم ولا اكثر، ربما حتى 2 سنتيم تزادت. فجات مزيره باش انها تدخل تحت من السرير تحت من الكادر الفوقاني. المهم في اخر المطاف اتفقنا على ان داك الكادر الكبير الفوقاني غادي نزيدو له رجيلات بحال هكا، غير شي شويه نعليوه باش تدخل هاد التحتاني، يدخل داك السرير التحتاني بسهوله.
بالنسبه للكوسان او لديك المخده اللي خدينا صراحه زوينه رائعه البنات، انا جربتها في النعاسه زوينه، كنتمنى انها تدوم اطول فتره ممكنه. كيف كتشوفوا معايا عندها هاد الاس الفوقانيه اللي ممكن انها تحيد لافابل، ممكن انك ديريها في لا ماشين عادي كتغسل، والتحتانيه اللي كتبقى جامعه داك هذيك ليبونج للداخل او المهم ديك لا ماتيغ باش مصايبينها. زوينه بزاف رائعه بالنسبه للناس اللي كيضرهم العنق والظهر وداك الشيء، راه مزيانه. بالنسبه للماطله هي هذه البنات، شنقول لكم حمقاتني انا بعدا عجبتني بزاف، هوت كاليتي ماشي بون كاليتي، هوت كاليتي رائعه جدا بمعنى الكلمه، يعني صراحه رائعه. فيها هاد لابارتي ديال سيغ ماطلا اللي الفوق كيف ما شفتوا معايا راها كتلصق فوق، يعني هي كتحط فوق بحال هذيك سيغ ماطلا اللي ممكن انكم تشريوها بوحدها، راه كاينه في ايكيا، كاينه في بزاف البلايص، ممكن انكم تاخدوها وتحطوها فوق الماطلا ديالكم بالنسبه للناس اللي كيضرهم الظهر. انا من الاول خديتها مع الماطلا ديالها جايه معاها، راها كتلصق من الجناب بالسلسله، انا غادي نوريكم السلسله، هانتوما شوفوا التفاصيل البنات رائعه رائعه، تفاصيل زعما ديال الخدمه شي حاجه كما قلت لكم هوت كاليتي. هذه هي السلسله اللي باش كتلصق معاها من الجناب باش هكا ما تحركش اولا تنزل ولا هذا. المهم انا راه ما عنديش كادر الكادر ديال لولي كما قلت لكم، الكادر ديال لولي اللي عندي انا في الاصل ديال بيت النعاس ديالي خليته في الدروه في داري، ما جبتوش لانه كبير بزاف وثقيل، فان شاء الله غادي نعاود نصايب كادر دولي على حساب هذا المطلع على قدها ان شاء الله باذن الله. تنفكر نصايبها عند هذا السيد اللي حدانا اللي وريتكم، نقدر نصايبها عنده. المهم كل حاجه كتجي بشويه بشويه، باقي ليا لي اوس دوكوات، باقي ليا داكشي كامل البنات لي دغاك، باقي خاصني شحال من حاجه، حتى دوك لي بروتيج ماطلات هما ان شاء الله ناويه ناخذهم باش نحافظوا على الماطلات. ان شاء الله كلشي كيجي بشويه بشويه، كل حاجه كل مره ناخذوا حاجه وحتى نكملوا هادشي اللي كاين. كنتمنى ان الفيديو ينال اعجابكم. بالنسبه للاثمنه راه غادي نخليهم لكم في الشاشه باش ما نطولش عليكم الفيديو بزاف، تهلاو ليا فراسكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم.